السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. تتواصل العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني والمقاومة في نهم شرق صنعاء محرزة تقدما كبيرا وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيا الانقلابية. مصادر عسكرية ذكرت أن قوات الجيش والمقاومة استعادت قرن ودعا وقرية سرحان، فيما تدور مواجهات عنيفة في المواقع المحيطة بسد القعران المحاذي لقرية محلي. في هذه الحلقة مشاهدينا نناقش أهمية التقدم الكبير الذي تحرزه قوات الجيش، وكيف سيؤثر هذا التقدم على المسار السياسي للأزمة في اليمن. بعد فترة من الجمود عادت جبهة نهم لتصبح مرة أخرى في مقدمة العمليات العسكرية، وخلال أيام كانت قوات الجيش والمقاومة تحقق انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي والمخلوع التي كما يبدو تشهد انهيارا كبيرا في صفوفها. سيطرت قوات الجيش والمقاومة على مواقع جديدة، وباتت تحكم سيطرتها النارية على منطقة واسعة من الجهة الشرقية للعاصمة، وهو الأمر الذي يرى مراقبون أنه سيكون له أثره الواضح على المسار السياسي إذا ما عاود الانطلاق مجددا بحسب مساعي المبعوث الأممي. فكيف مشاهدينا يبدو الوضع الميداني الآن مع هذا التقدم لقوات الجيش والمقاومة في جبهة نهم، وهل سيؤثر هذا التقدم على المسار السياسي؟ مشاهدينا سنبدأ النقاش لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمهما في مديرية نهم شرق صنعاء، وبعد يومين من تحرير جبل القتبة الاستراتيجي، قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش استعادت قرن ودعة وقرية سرحان، فيما تدور مواجهات عنيفة في المواقع المحيطة بسد القعران المحاذي لقرية محلي. تكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأيام الأخيرة وتبدو في حالة انهيار، ومواقعها تتساقط أمام التقدم الكبير الذي تحرزه قوات الجيش الوطني، فيما تبدو قوات الشرعية في طريقها لتحقيق إنجاز كبير يمكنها من فرض سيطرتها النارية على مناطق واسعة في الجهة الشرقية للعاصمة صنعاء. طائرة التحالف كانت جزءا رئيسا في العملية العسكرية الدائرة في نهم، وذكرت مصادر عسكرية أن غارات التحالف دمرت تعزيزات تابعة للانقلابيين قرب نقيل بن غيلان كانت في طريقها إلى ما تبقى من مواقعهم في المديرية. وبحسب المصادر فقد أسفرت الغارات عن تدمير 8 عربات عسكرية كانت تحمل تعزيزات للميليشيا. هذا التقدم المتسارع الذي تحرزه قوات الشرعية في الجبهة الأقرب للعاصمة صنعاء من المفترض أن يلقي بظلاله على المسار السياسي الذي من المتوقع أن يبدأ جولة أخرى من المباحثات الشهر المقبل إذا ما نجحت مساعي المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو الأمر الذي يضع سلطة الإنقلابيين في مأزق الرضوخ لمطالب الشرعية والتنفيذ الكامل للقرارات الدولية أو الهزيمة العسكرية التي تبدو في هذه اللحظة قريبة أكثر من أي وقت مضى. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش ونرحب بالناطق باسم المقاومة الشعبية في جبهة نهم صنعاء السيد عبد الله شندقي. سيد عبد الله مرحبا بك. مرحبا استاذ شادي. أهلا بك سيد عبد الله، يعني لو تحدثنا عن آخر المستجدات على الصعيد الميداني اليوم في جبهة نهم. طبعا أخي العزيز، بعد أن تمت السيطرة وتحرير جبل القتب وجبل السفينة وجبل المريحة وجبل الأصبع والمواقع الهامة والاستراتيجية الأخرى خلال 3 أيام الماضية، يتقدم الجيش ويواصل تقدمه اليوم مسنودا بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي ليستكمل السيطرة على مرتفعات جبال العقران وقرية العقران وشد العقران، وأيضا لاستكمال السيطرة على تبة صالح وجبل صالح عبد الله وجبل النهدين، يمشط الجيوب المتبقية في هذه الأماكن. المعارك لا زالت مستمرة ومتواصلة من يوم الساعة الصباح الأولى اليوم، ويواصل الجيش تقدمه إلى هذه سيد عبد الله فيها والمقاومة الشعبية. نعم سيد عبد الله، المواقع التي ذكرتها انه يعني انه تم تحريرها من قبل الجيش الوطني والمقاومه في نهم، يعني هذه المواقع ما اهميتها وما الاهميه التي ستنعكس على سير المعركه في هذه الجبهه؟ طبعا بالنسبه ل يعني مواقع منها جبل السفينه وجبل القتب وايضا قرن وادعه، و يعني هذه مناطق مرتفعة تطل على ما تبقى من مديرية نهم، بل أنها تستطيع أن ترى خلالها جبل الصمع الذي يوجد فيه يعني
معسكر ايضا على نقيل بن غيلان وعلى الخط الاسفلتي. نعم. يعني خط صنعاء، خط مأرب صنعاء. هذه مواقع هامة ويعني استراتيجية تطل وتسيطر سيطرة نهائية على أجزاء لا زالت الميليشيات تسيطر عليها، سيكون لها أثر في المعركة القادمة سواء خلال ساعات الليل وأيضا في خلال الأيام القادمة. الجيش الوطني يتقدم صوب محلي وأيضا بني شكوان ليقطع التعزيزات والإمدادات على ما تبقى من مواقع تسيطر عليها الميليشيات في منطقة القلب. نعم. ومن ثم سيتم التحرك لاستكمال ما تبقى من مديرية نهم. هذه التحركات التي يعني في مديرية نهم صنعاء تتصاحب وتتزامن مع يعني بدء المعارك ومواصلة المعارك أيضا في أماكن أخرى منها الجوف وأيضا تعز صرواح بدأت المعركة تتحرك يعني تتحرك فيها، كذلك شبوة وأيضا محافظة صعدة والمعارك التي تتحرك والانتصارات التي تحققها. الجيش الوطني المقاومة الشعبية لم تتحرك في نهم فحسب. المعركة يعني ومن خلال بعض الكلام من القيادة السياسية التي لمسناها أن المعارك ستتحرك في كل الاتجاهات وأن تحرير المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات يعني لم يعد إلا مسألة وقت، وقد تحرك الجيش تحرك جماعي أو تحرك يعني متزامن في نفس اللحظة التي بدأ التحرك فيها في نهم من يوم الخميس إلى اليوم. كان هناك تحرك في الجوف، كان هناك تحرك في صعدة، بل سبق تحرك نهم وسيصحبها تحركات في الجبهات الأخرى، يعني مما يجعلنا نثق ثقة كاملة أن الميليشيات يعني ما هي إلا أيام وأوقات يعني بسيطة. نعم. وستلاقي الجيش قد يعني بمساندة المقاومة الشعبية وأيضا قوات التحالف العربي ستجدنا إن شاء الله وقد تحررت محافظات الجمهورية وعلى رأسها صنعاء أمانة العاصمة والمحافظة. نعم. الجيش يعني قد عزم والقيادة السياسية قد وجهت والتحرك سيكون مستمر، لن يتوقف إلا بتحرير ما تبقى من يعني المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. نعم، وضحت الصورة سيد عبد الله، لكن استسمحك بأن أشرك معي في النقاش. من مأرب سينضم إلينا رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة اللواء. اليوم تقدم كبير لقوات الجيش والمقاومة في جبهة نهم، هل يعني هذا أن المسار العسكري صار هو الخيار الأول في مواجهة الانقلابيين، يعني إذا ما افترضنا في هذه اللحظة؟ بالتأكيد، يعني باعتبار أن العمليات السلمية قد نجح الانقلابيون في إفشالها بامتياز وبراعة، فإن خيار الجيش القوات المسلحة اليمنية ورديف المقاومة وكل القوات السياسية والخيار العسكري إن أعلنوا خلال الساعة القادمة أنهم سيخرجون من العاصمة ويسلمون السلاح فذلك سيكون شأن آخر، لكن حقيقة يعني هم حتى هذه اللحظة يراهنون على الخيار العسكري. وجبهة نهم تشهد انتصارات مدهشة وكاسحة، وخلال الساعات القادمة ستسمعون نبأ سارا إن شاء الله. نعم ذلك سيادة اللواء، ولكن إذا ما تحدثنا عن المواقع التي تم تحريرها في نهم، ما الأهمية لهذه المواقع التي أعلن عنها أنها باتت محررة وفي يعني في قبضة الجيش والمقاومة؟ هي كلها مواقع حاكمة تسيطر على مواقع أخرى استراتيجية ذات أهمية، يعني عندك مثلا جبل القتب. نعم. هذا الجبل جبل حاكم على عدة مرتفعات ويسيطر على أهم وادي في المنطقة وهو وادي محلي الذي يتصل بطريق صنعاء أرحب مأرب. هذا الطريق السيطرة عليه تعني أن تصبح كل نهم داخل جيب أو في منطقة داخلية بالنسبة للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية. نعم. تقطع كل طرق الإمداد ولا يبقى أمامها إلا التسليم. إن شاء الله الأمر الذي نراهن عليه
هو أن تتحول كل القطاعات أو الوحدات العسكرية التي ما زالت التي ما يزال قادتها مرتهنون للانقلابيين إلى الانضمام إلى الجيش الوطني، و قد لا يطول تحقيق هذه الأمنية يعني. نعم سيادة اللواء، يعني هناك تساؤل يعني حول الجبهة الموازية لنهم، جبهة صرواح، لم تشهد تقدما يذكر منذ أشهر، ما أسباب هذا التوقف؟ والله كل شيء في أوانه. القيادة العليا للقوات المسلحة لها خططها، ورئاسة الأركان لها خططها، والعمليات العسكرية في صرواح أيضا تمشي، وهي مكمل وممهد لجبهة صرواح. لا تظن أن جبهة صرواح من الجبهات السهلة أو سهلة المنال، هي جبهة ذات أهمية. القوات المسلحة قد دفعت فيها ثمنا غاليا من أجل حماية مأرب وحماية المنطقة والسيطرة على أهم المناطق الاستراتيجية، ولم يبقى فيها إلا القليل إن شاء الله، وستتحرر عما قريب بإذن الله، قريبا جدا يعني. نعم سيادة اللواء، خلال المعارك الدائرة منذ أيام في نهم يمكن ملاحظة أن قوات الميليشيا باتت في حالة من الانهيار، ما هو تقديركم أنتم لمدى القوة التي لا يزالون يمتلكونها حتى اللحظة؟ المسألة في هذا الظرف لم تعد مسألة قوة مادية، المسألة هنا قوة معنوية. الجيش الوطني يتمتع بمعنوية عالية وقدرة قتالية عالية وإيمان عالي بقضيته واستعداد للقتال والتضحية والفداء ورغبة شديدة في التضحية، وفي نفس الوقت الأمل قوي جدا في أن يستعيد المجتمع اليمني الدولة والمجتمع والعلاقات الاجتماعية الطبيعية والتعايش والسلام الاجتماعي. كل هذه الآمال المقاتل في الجيش الوطني اليمني في القوات المسلحة الوطنية اليمنية يعني يعيها، المقاتل يعيها تماما ويعرف لماذا يقاتل ومن أجل من يقاتل وإلى أين ستؤدي تضحياته. هذه مسألة واضحة جدا. نحن حينما نذهب إلى جبهات القتال لنشد من أجل المقاتلين، نجد أن هؤلاء المقاتلين يشدون من أجلنا ويرفعون من معنوياتنا ويقدموننا إلى الأمام أكثر وليس العكس يعني. لذلك فالقوات المسلحة تنتصر والانقلابيون ينهزمون، هذا هو المعيار. أما السلاح ففي مثل هذه الظروف لا قيمة لها. هناك العديد من الأسلحة والعتاد التي سقطت في أيدي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية التي تركها الانقلابيون وفروا هاربين، مخازن أسلحة، مخازن عتاد، كلها تركوها وفروا هاربين. المسألة هنا هي رجل لرجل وليس بندقية لبندقية. نعم إذا وضحت الصورة سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معي عبر الهاتف من محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا قبل العودة لضيفي الآخر السيد عبد الله الشندقي سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لأن نستكمل. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، أعود إلى ضيفي السيد عبد الله الشندقي المتحدث أو الناطق باسم مقاومة صنعاء. سيد عبد الله، دائما ما يقاس التقدم بالنسبة لنقيل بن غيلان، يعني أي تقدم يقاس بالنسبة لهذا النقيل، ما أهمية هذا النقيل في المعركة الدائرة الآن شرق صنعاء؟ قبل الإجابة على سؤالك أخي الكريم، يعني نشكر المناضل الكبير اللواء محسن خسروف على جهوده الكبيرة. بالنسبة لنقيل غيلان هو نقيل يعني ذو بعد استراتيجي وموقع أيضا استراتيجي هام. نقيل بن غيلان يعني يسيطر سيطرة إيرانية على مديرية بني حشيش، يسيطر على مديرية بن الحارث، يسيطر على أجزاء من أرحب. نقيل بن غيلان يعني أيضا يسيطر على مطار صنعاء سيطرة بمدفعية يعني إذا نصبت فيها. فبالتالي نقيل بن غيلان يعد موقع هام واستراتيجي، وهو الهدف القادم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. يعني لم يتبقى إلا القليل من مديرية نهم، ومنها نقيل بن غيلان هو هدف قادم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وليس صعب المنال. الآن الانتصارات المتتالية التي تحققت خلال الأربع الأيام
الماضية سيكون لها أثر في السيطرة وتحرير نقيل بن غيلان، كونها تسيطر يعني أغلبها سيطرة نيرانية على المواقع التي تلي نقيل بن غيلان، وأيضا يعني هي موازية لنقيل بن غيلان، سيكون لها أثر بالغ في تحرير ابن غيلان وأيضا ما تبقى من مديرية. نعم سيد عبد الله، مع هذا التقدم الأخير لقوات الجيش والمقاومة في نهم، يتم الحديث عن القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء والتي يعني يمكن أن تعرقل أو تسهل تقدم قوات الجيش والمقاومة. في هذه اللحظة ما هو الموقف بالنسبة لهذه القبائل؟ طبعا قبائل طوق صنعاء يعني هي قبائل ربما أنها ظلمت في الفترة الأخيرة بأنها سميت أنها حاضنة للميليشيات. نعم. وفي الواقع ليس لها يعني أي يد في إدخال الميليشيات، كانت الدولة العميقة هي من أدخلت الميليشيات إلى صنعاء. قبائل طوق صنعاء من خلال الممارسات الهمجية التي رأيناها من ميليشيات الحوثي. نعم. على هذه القبائل وابتزازها وامتهانها وأيضا السطو على الممتلكات الخاصة والعامة. نعم. وكل الممارسات التي جاءت بها هذه الميليشيات واللامشروع التي يعني تقدمت به هذه الميليشيات أقنعت من كان يعني في موقع الحياد من هذه القبائل. قبائل طوق صنعاء الآن هي قبائل مقتنعة بالشرعية وسيكون لها دور كبير في دور وصول الجيش الوطني إلى مشارف مناطقها. رأينا ذلك من خلال قبيلة نهم الأبية التي رأت المواقف الشجاعة ومواقف البطولة والاستبسال أبناء قبيلة نهم يعني قبل وصول الجيش الوطني إلى المجاوحة وبني فرج، كان لهم دور حتى قبل وصول الجيش، عملوا معركة من الداخل، ويعني الآن أبناء هذه القبيلة لهم يعني أدوار بطولية كبيرة، هم في مقدمة الصفوف. نعم. وما ذلك إلا لقناعتهم بالشرعية، وكذلك ستكون قبائل طوق صنعاء من خلال ممارسات الهمجية التي أقنعت من تبقى من قبائل طوق صنعاء في صف الحياد بأن يكون مع الشرعية. فنحن نتوقع مواقف بطولية وكبيرة لقبائل طوق صنعاء فور وصول الجيش الوطني، أما الآن فنعذر الجميع للممارسات الهمجية التي تقوم بها هذه الميليشيات، لكن نطالب الكل سواء قبائل طوق صنعاء أو من يقطنون أمانة العاصمة أن يكون لهم شرف مشاركة الجيش. سيد عبد الله، ألا يوجد لديكم تواصل مع بعض مشايخ هذه القبائل يعني بما يضع نوع من الطمأنة؟ طبعا مشايخ هذه القبائل من المشايخ من هو الآن في جبهات القتال وفي صف الشرعية، والمشايخ الآخرين لم يكن لهم يعني مشاركات فعلية مع الميليشيات نهائيا. نتوقع أن يكون لهم دور كبير وبارز وفاعل كونهم قد عرفوا هذه الميليشيات على حقيقتها، وسيكون لهم دور في الوقت المناسب. نعم، إذن أشكرك جزيلا المتحدث باسم المقاومة في صنعاء السيد عبد الله الشندقي، كنت معنا عبر الهاتف من نهم، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من الرياض رئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد. سيد عبد السلام مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وكل المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد عبد السلام. يعني في حين كانت الرباعية الدولية والمبعوث الأممية تحدثون عن جولة مفاوضات جديدة واتفاق سياسي نهائي، كانت جبهة نهم تعود للاشتعال مجددا، إلى ما يشير هذا الأمر برأيك؟ طبعا مسألة التفاوض والعمل السياسي هو يأتي في إطار الضغوطات الدولية على الشرعية وعلى التحالف العربي، وهو أيضا جزء حتى من الحلول المستقبلية للبلد، سواء التي تلك التي تحسمها الأمور السياسية أو تلك التي تحسمها الاتجاهات العسكرية. وأنا أعتقد أن اشتعال جبهة نهم هي تأتي في لحظة حرجة جدا بعد أن فشلت بالأساس المنظمة الدولية في تنفيذ القرار الدولي 2216 ووفق المرجعيات وإدارة حوار وفق المرجعيات الثلاث التي تم الحديث عنها للتعلق بالمبادرة الخليجية مخرجات الحوار والقرار 2216. وهذا الفشل يعني كان واضحا أكثر بعد أن بدأت الإدارة الأمريكية الآن بالانتقال والمغيب عن التأثير الميداني
بعد الجراء الانتخابات الأخيرة وبدء تسلم الإدارة الجديدة التي يتوقع أن يصلها ترامب في 20 يناير القادم. هذه المسألة مهمة جدا، أي أن الضغوطات الآن أصبحت أقل وأضعف بكثير، وبالتالي بالتأكيد الشرعية ستستغل هذا الفراغ الآن وستبدأ في الجانب الميداني، ليس لأجل الحرب بل تحقيق السلام، لأن استمرار الحوار وفق آليات غير معروفة ووفق بقاء القوى الانقلابية مسيطرة على العاصمة صنعاء والمعسكرات ووفق أن يبقى السلاح معها معناها إدارة صراع جديد وربما تأجيل الصراع إلى المستقبل. نعم، إذن سيد عبد السلام، من المفترض أن الحكومة لا تذهب بأي خيار وخصوصا الخيار العسكري إلا وهي واثقة من دعم حلفائها في التحالف العربي. يعني هل هذا التصعيد العسكري يعني أيضا أن التحالف غير موافق على الصيغة المقدمة للحل السياسي في اليمن؟ أعتقد أن التحالف هو الآن إلى حد الآن متمسك برسالة رئيس الجمهورية في دعمه، ولم يعلن توقف العملية العسكرية، وبالتالي فإن العملية العسكرية مستمرة بالأساس، الدعم أنه مستمر، لكن بالأساس يجب أن نفهم أمر مهم جدا وهو أن الشرعية خلال الفترة الماضية كانت في إطار الاستعداد وفي إطار التجهيز للعمليات العسكرية الحاسمة خلال الفترة القادمة. هناك كان عملية تجنيد، هناك كان فتح معسكرات، هناك عملية تسليح وشراء أسلحة وتدريب وتأهيل، هذا الأمر معروف جدا، وبالتالي صح تم تأجيل الحسم أكثر من مرة فقط لإدارة حسم جيد تستطيع من خلاله القوات أن تحافظ على المناطق المحررة وأيضا أن تدخل في حالة حسم أقل كلفة وبأقل قدر الزمن. نعم، ولكن هو أيضا متى ما كان هناك تسوية سياسية كان يشرع التحالف العربي، وإن كان العمل العسكري قائم على الأرض، لكن كان هناك نوع من التهدئة تتم سواء من قبل التحالف أو من قبل الحكومة. اليوم إذا ما افترضنا أن الحكومة هي من أو السلطة الشرعية هي من صعدت الأمر، هل التحالف العربي أيضا يعني يمشي معها في ذات المسار أم أن الموضوع فيه خلاف؟ لا، بالنسبة للتحالف العربي يجب أن نتحدث عن أمرين، أمر ما يتعلق بالجانب العسكري والجانب السياسي والشرعية، أيضا في الجانب العسكري والجانب السياسي. الجانب السياسي مفتوح ومتاح، لا زال الحوار يعني مطروح لكن وفق المرجعيات الثلاث. بالنسبة للتحالف العربي هو أيضا ينتظر فقط إشارة من الشرعية في أن هناك عملية حوار حقيقية، ونحن نعرف الانقلابيين لم يتم حوار. بالنسبة للعمليات العسكرية على الأرض، ربما الآن حاليا لم يعد الجيش اليمني يحتاج إلا سوى العمليات الجوية فقط، المساندة الجوية، وهذه المساندة الجوية جاءت وفق رسالة رئيس الجمهورية ولا زالت مستمرة. بمعنى الأصح أن الجيش اليمني الآن أكثر قدرة على إدارة المعركة من خلال غرفة عمليات مستقلة. نعم، في الداخل. نعم، إذا ما تحدثنا عن الجانب الميداني، ما حققه الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية، هل هذا سيمكن الحكومة من فرض رؤيتها والتأثير على مجريات الحل السياسي؟ أي انتصار على الأرض هو فرض أمر واقع جديد، وبالتأكيد الضغط في الاتجاه السياسي، لكن الإشكالية التي تواجه الشرعية أنها تقابل عصابات مسلحة وميليشيات. هذه الميليشيات لا تؤمن بالعمل السياسي بالأساس، أي بمعنى أنه مهما فرضت أمر واقع لن يكون هناك نتيجة ضغط فقط على هذه الميليشيات، وإنما تحتاج هذه الميليشيات لعملية عسكرية للوصول إلى مركز وعصب قراراتها، وهي بالذات في محافظة صعدة والعاصمة صنعاء. نعم، خلال الأشهر الماضية سيد عبد السلام كان يجري الحديث عن ما يسمى طوق صنعاء في إشارة للقبائل المحيطة بالعاصمة. باعتقادك ما هو الوضع القائم حاليا؟ هل يمكن لهذه القبائل تغيير المعادلة العسكرية على تخوم صنعاء؟ بالنسبة للطوق الآن إذا تحدثنا عن القبائل الطوق لا نستطيع أن نتحدث مثل ما كان يتحدث الحوثي عن قبائل مساعدة في عمل عسكري. نعم، لأن هذه القبائل بعد دخول الحوثيين طبعا انهارت تماما في قدراتها العسكرية أو حتى في تأثيراتها، لكن نتكلم عن طوق صنعاء كحاضنة فقط للمقاومة والجيش الذي سيدخل العاصمة صنعاء. هذه الحاضنة الآن تهيأت تماما لأسباب عدة. أولا
أصبح التوازن العسكري لصالح الجيش. ثانيا أصبحت الميليشيات أقل ضعفا وانهيارا وهروبا. ثالثا كل الإجراءات التي قامت بها الميليشيات الإنقلابية استهدفت هؤلاء القبائل في أرزاقهم وحقوقهم وفي أوضاعهم، فبدأوا أقل استقرارا من قبل، وبالتالي هم يبحثوا الآن عن الاستقرار، والبحث عن الاستقرار وعن عن مصالحهم سيقودهم للبحث عن الأقوى، والأقوى هو الآن الدولة. لكن أيضا هناك حديث عن انخراط هذه القبائل بالميليشيا. أفراد، نحن نعرف أن القبائل اليمنية بالذات القبائل الشمال هي يعني تجمع ما بين البرجماتية وما بين الابتزاز، وبالتالي عملية التجنيد عقائديا داخل هذه المناطق القبلية ربما كانت خلال الفترة الماضية في أيام ما بعد 2011 كان مستواها مرتفع، أما الآن في بدأ يتقلص هذا الأمر، وهناك وعي كبير جدا إلى درجة أننا أن أبناء هؤلاء القبائل الذين عادوا غالبيتهم على النعوش انسحبوا الكثير من زملائهم من ميليشيات الحوثي وعادوا إلى قراهم. نعم. وهناك أيضا لا زالت الانسحابات مستمرة، بل أن هناك أصبح المشايخ القبائل والآباء بدأوا يشعرون بمشكلة تجنيد الحوثيين لأبنائهم في دخول في إطار صراعات وثائرات قبلية. هذا الأمر استدعى إلى أنهم يبدأوا فعلا عملية الانسحاب من هذه الميليشيات، وأنا أعتقد الآن ضعف الميليشيات ليس فقط للقتل أو معدل القتل الكبير داخل صفوفهم، وإنما أيضا لحالة الانسحابات من صفوفهم سواء من قبل الألوية العسكرية التي كانت تدعمهم المسمى تحت الحرس الجمهوري والقوات الأمن المركزي، أو سواء من في إطار تجنيد القبائل. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا رئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي المتحدث باسم المقاومة في صنعاء سيد عبد الله الشندقي كان معنا عبر الهاتف من نهم، وأيضا الشكر للواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي كان معنا عبر الهاتف من مأرب، والشكر أيضا للسيد عبد السلام رئيس مركز أبعاد للدراسات كان معنا من الرياض. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي، وهي أيضا من معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدرة، ومن جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.